على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلا أن هناك أخبار سارة في بعض الجوانب، منها على سبيل المثال للحصر تحقيق هذا الفريق لمركز الوصيف في البطولة العربية للروبوت، إذ وصل إلى مطار سيئون بوادي حضرموت فريق مواهب حضرموت المشارك في هذه البطولة العربية التاسعة للروبوت والتي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. مثل اليمن هؤلاء الشباب ونافسوا دول عربية أخرى في تحدي السومو، وهي مصارعة الروبوت وجمع الكرات وتتبع الخط. أهدي هذا الفوز الذي حصلته على المركز الثالث على المستوى الوطن العربي كوني أني يمني، وهذا الفوز لا يعتبر لي ولا يعتبر لي المؤسسة بالحقيقة بالذات، إنما يعتبر كل يمني شخص بالذات، فأنا أمثل جميع المواطنين اليمنيين في هذه البطولة. الحمد لله حصلنا على المركز الثالث في جمع الكرات، ونهدي هذا الفوز إلى حضرموت واليمن. أحرز الفريق على كأس الوصيف في تحدي السومو على مستوى الوطن العربي، كما أحرز فريق جمع الكرات على كأس المركز الثالث، بينما فاز فريق تتبع الخط على المركز الرابع. لم تكن إنجازات الفريق هذه فقط، كما أن له مشاركات سابقة كان أهمها في البطولة العربية السابعة التي أقيمت في قطر في العام 2014، حيث حقق الفريق المركز الأول عربيا. حققت المؤسسة وفريق المؤسسة ثلاثة مراتب أولوية متقدمة على مستوى الوطن العربي، المركز الثاني في تحدي السومو، والمركز الثالث في تتبع الخط، والمركز الرابع في جمع الكرات. طبعا المؤسسة العام الماضي كذلك حصدت كاسين، وهي كذلك لا زالت متقدمة أيضا حتى في البطولة التي قبلها، وهذا يأتي بفضل الله تعالى أولا توفيقه، ثانيا يدل على مدى العبقرية التي يتمتع بها طلاب هذه البلدة الطيبة. السلطة المحلية بدورها قامت بتكريم هؤلاء المبدعين الذين مثلوا اليمن عربيا في هذه البطولة الذي يبلغ عددهم 13 مشاركا، فرغم الصعوبات التي تعيشها البلاد إلا أنهم تحدوا الصعاب لجعل اسم اليمن عاليا مهما كانت الظروف. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون.